التفكير، عشان أكون دقيق، التفكير في مستقبل الإعلام العربي الأول، حاضر الإعلام العربي. على فكرة هذا المنتدى له ماضي 20 سنة، وليس من الصدفة أنه مستمر في النجاح، وله حاضر اللي هو بنحضره النهاردة ويناقش المستقبل. يعني الماضي، الحاضر، المستقبل، الثلاث أفعال موجودين في هذا المنتدى. دبي هي هب، هي نقطة ارتكاز، نقطة فيها حرية، فيها أمان، فيها تسهيلات، فيها خدمات، مكان آمن، مكان مستقر في كل البزنس، ومنه صناعة البزنس الإعلامي.